سمعت انك انت داخله مع احمد رزق في مسلسل. احنا اوريدي بنصوره هتعمل الشهر ده. بتصوروه اوف سيزون ولا رمضان؟ اوف سيزون. اوف سيزون ما بقاش في حاجه اسمها اوف سيزون. هو خلاص الاوف سيزون بقى سيزون. بقى سيزون طبعا. انا بتكلم المصطلح كتير. يعني عشان تفهمي. خلاص ماشي. بره رمضان. بره رمضان. اوكي وما احكي لي عن المسلسل. كان دراني اسئله بقى مليان كميه اطفال المسلسل ده. بجد؟ والله العظيم. يعني انا عندي 2 واحمد رزق عنده 3 واسماء جلال عندها 1. عندنا اطفال كتير جدا ودايما متجمعين في مشاهد. اوكي. ومتجمعين في مشاهد واحده طول الوقت. وانت مش فاهم مستاهل بس يجننوا بجد يجننوا بموت فيهم. طب بتعيدوا كتير بقى بسبب بالعكس شطار جدا. والله ما شاء الله شطار 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 ما شاء الله.